بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج بتاع الاورينتيشن او اللي بنسميه باللغه العربيه التوجه الصيدلي هو منهج بسيط ولطيف، ان شاء الله يبقى بسيط معاك جدا باذن الله. المحاضره بتاعته لطيفه برضه صغيره. هنبدا اول محاضره هنتكلم يعني ايه فارماسي. كلمه فارماسي او صيدله دي يعني ايه؟ بيقول لك ان هي derived from the Greek word pharmakon means medicine او drug. يبقى انت اي حاجه ليها related للدواء او العقار نفسه دي يعني ايه بطلق عليها، خلاص انت كده اتجهت ناحيه الايه الفارماسي او الصيدله. ليها ديفينيشن تاني is the art and science of preparing and dispensing medication، يبقى تحضير التجهيزات المتعلقه بالدواء كلها. And the provision of drug related information to the public، يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني اي معلومات دوائيه تخص الدواء دي بتبقى بتاعتك انت بتاعت الصيدلي. تعرف يعني ايه drug drug interaction، تعرف يعني ايه drug pharmacokinetic، تعرف يعني ايه pharmacological effect، تعرف يعني ايه bioavailability، تعرف يعني ايه تحدد الدوز، تعرف يعني ايه route of administration. يبقى اذا تحضير وتجهيز ومعرفة والإلمام بكل العلم الخاص أو بالمعلومات الدوائية الخاصة بالدواء ده كله بيندرج تحت البند أو العلم اللي بنسميه فارماسي أو كلمة صيدلة. تمام؟ طيب هيبدأ بقى يقول لك الفارماسي دي مكونة من إيه؟ Interpretation of prescription orders، يعني بتحضر حضرتك لما بيجي لك prescription كده بتعرف تصرفها وتعرف تتعرف على الدواء وتعرف تجهزه. يبقى compounding و labeling و dispensing of drug and devices، تقدر تقراها وتعرف تحضر الروشتة بتاعتك وتعرف كمان ايه اللي يتاخد مع ايه، والحاجات دي هنتكلم عنها in detail. Drug product selection and drug utilization review، تعرف تختار الدواء. خلي بالك انت في مكانك سواء كنت مثلا لو بتشتغل في صيدليه او حاجه، انت عندك في براند كبير اسمه اوتو سي. الاوتو سي ده انت اللي بتعرف تختار فيه وبتطلع فيه بحريه، فلازم يبقى عندك المعلومات الدوائيه الكافيه ان انت تعرف تعمل تشويس كويس للدواء بتاعك علشان تطلعه كويس للبيشن. Patient monitoring and interventions، يعني تقدر تقنعه تتتبع الحالة العلاجية معاه. و provision of information of medications and devices، يعني عندك المعلومات كل ما يتعلق بمعلومات الدواء. يعني لو patient قاعد قدامك يقول لك طب انا باخد كذا، ان طب انت عندك ايه معاه؟ طب المضاد الحيوي ده ما يتاخدش مع اي منتجات البان، طب الدواء ده يتاخد على الريق الصبح، الدواء ده يعني كل المعلومات دي انت عارف تتعرف عليها وتعرفها للبيشنت قدامك. تمام؟ ده كمان شامل الاجهزه الديفايسز. الديفايسز هنا يقصد بيها زي مثلا اجهزه قياس السكر، اجهزه الضغط، اجهزه كل ما هو متعلق وبتقدر تبيعه في الصيدليه. تمام؟ لازم يكون عندك معلومات عنه، تعرف تشغله، تشرح للبيشنت اللي قدامك يشغله ازاي. تمام؟ طيب كلمة drug بقى أو عقار يعني إيه؟ هي عبارة عن material that has a pharmacological effect. يبقى أي حاجة ليها pharmacological effect أقدر أطلق عليها اسم drug. تمام؟ الماتيريال دي قد تكون natural in origin، يا إما الأورجين بتاعها plant أو animal أو mineral، يا إما synthetic drugs حاجات أنا اللي مصنعاها أو مخلقاها زي الأسبرين، أو semi synthetic drugs زي الأمبيسيلين والدريفاتيفز بتاعته. انت في الاول اكتشفوا المضاد الحيوي الامبيسيلين ده من المشط، خلاص بعد كده بداوا هم علم بقى اللي هم بتوع الميديسنال يبداوا يدخلوا فيه حاجات ويطلعوا مركبات جديده ودريفاتيفز كتيره جدا ومشتقاتها طلعت من عائله الامبيسيلينات دي كلها، عشان كده بنسميه سيمي سينثيتيك ان اوريجين. طيب لما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن للدراجز تقسمها ازاي؟ يا اما prescribed drug يا non prescribed drug. ال prescribed drug اللي هي لازم تتكتب عن طريق دكتور او physician، وان حضرتك ما تقدرش وانت واقف في الصيدليه تصرفها الا بموافقه الطبيب او بروشته. تمام؟ زي طبعا كل الحاجات بتاعت الامراض المزمنه، امراض الضغط، امراض السكر، انت ما تقدرش تتعامل معاها كانها اوتو سي برودكت. اما non prescribed drug دي الدراجز اللي مسموح لك وانت واقف في الصيدليه ان انت تطلعها، زي ادويه البرد، الادويه، بعض المضادات الحيويه ممكن تقدر تطلعها، الادويه اللي هي بتاعت السخونيه، كل دي تندرج تحت بند الاوتو سي دراج. تعرف البيشنت، تعرف المعلومات الدوائيه الكافيه عنه، تعرف تديله الدوز مظبوط على حسب سنه، تعرف تظبط كل الليله دي كلها. دي الحته دي بتاعت الدواء دي انا دايما بقول كلمه ويمكن بكررها كتير، لعبه الدواء دي بتاعت الصيدلي. تمام؟ انت اللي بتبقى مميز فيها وبتبقى عارف المعلومات
الكافيه حوالين الدراج والدراج دراج انتر اكشن. انت بتقعد 5 سنين في الكليه بتدرس ده كله، فبتطلع انت اللي عندك المعلومات الدوائيه الكافيه. تمام. الفيزيشن حتى لو بياخد البراند نيم او الفارماكولوجي بيدرسوا برضه فارماكولوجي، بس مش بتوسع ومش بتشعب زيك، فانت الحته دي لازم تبقى كواليفايد فيها. طيب هنعرف النيمز بتاعت الدراجز، ولازم اعرف الفرق ما بين كل اسم والتاني. يعني ايه كيميكال نيم، جينيريك نيم، اوفيشال نيم، براند نيم. الكيميكال نيم ده واعتقد ان انتوا عندكم خلفيه منها في الميديسنال او في الاورجانيك كيمستري، لما بيديك الاسم بتاع الرينج مثلا وتبدا ترقم الذرات بطريقه معينه وتبدا ايه تذكر النيم بتاع الدراج من الكيميكال ستراكشر بتاعه. اما الجينيريك نيم ده اول ما بيكتشفوا العقار او الدراج بتاعتك ويبدا يعمل عليه انفستيجيشن بقى ويبدا يعمل عليه ريسيرش، فبيطلق عليه اسم، اول اسم بيطلق عليه ده اسمه الجينيريك نيم. اما الاوفيشال نيم فده اسم العقار بتاعك اللي متسجل في الفارماكوبيا، يبقى اللي موجود في الفارماكوبيا هو اسمه اوفيشال نيم. البراند نيم ده الاسم بتاع الماركتنج، ده اللي موجود في السوق واللي انت بتصرفه. طبعا انت عندك البراند نيم لنفس الماده الفعاله ممكن يختلف من عقار للتاني غير الاسامي بتاعت الشركات. تمام. ده مثلا اكزامبل للكيميكال نيم، بيقول لك ان انت بتاخد الرينج مثلا وبتسميها الان اسيتايل بارا، تشوف البوزيشن بتاع الهيدروكسيد فين والامينو فينول، ده اسمه كده الكيميكال نيم بتطلعه من الكيميكال ستراكشر. الاوفيشال نيم بتاعه اللي هو موجود في الفارماكوبيا اسمه باراسيتامول، هتلاقيه متسجل في البريتش فارماكوبيا اسمه باراسيتامول. البراند نيم او التريد نيم بنسميه اللي هو الاسم بتاع الماركت بتاعك، وده بقى بيختلف زي ما قلت لكم كده من شركه للثانيه. نفس الباراسيتامول لما بتعمله شركه ايميكو بتسميه سيتال، لما بتعمله شركه جالاكسو بتسميه ابيمول، لما بتعمله شركه مصر بتسميه برامول. تمام. يبقى الاسم التريد نيم او البراند نيم ده بتاع الاسم بتاع الماركت. طيب سكوب فارماسي يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه في الفارماسي دي؟ اول حاجه الاديوكيشن، التعليم، انت بتتعلم ايه؟ فبيقول لك ان all facilities of pharmacy in Egypt adopt a 5-year program to get the bachelor degree in pharmaceutical science او بسميها PSC4. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتدرس 5 سنين دراسه، مده دراسه كليه الصيدله عندنا هنا في مصر بتبقى 5 سنين، بعد ما بتخلصها بتبقى حاصل على بكالوريوس الصيدله. الجديد دلوقتي ان احنا دخلنا البروجرام بتاع الكلينيكال معانا، فبقى عندنا الخريج الجديد بيبقى اسمه الفارم دي، بيبقى واخد الكلينيكال معاه، ودي بتبقى 6 year program، السنه الاخيره بتبقى تقريبا زي التريننج. طيب الكيريكولم كونسيست مينلي كورسز، يعني ايه؟ يعني الكورسات اللي انت بتدرسها في خلال ال5 سنين دول ايه؟ حضرتك بتاخد حاجات كتيرة جدا، واعتقد دي يعني انتوا مريتوا بجزء كبير منها. عندك فارماكوجنسي وعارف يعني ايه اللي هو العقاقير، الاورجانيك كيمستري، الكيمياء العضوية، الاناليتيكال كيمستري، كيمياء تحليلية، الفارماسيوتيكال كيمستري اللي هي الكيمياء الصيدلية، البايو كيمستري، البايو الفارماسيوتكس والبايو فارماسيوتكس والكلينيكال فارماسي، كل ده في القصة بتاع الصيدلانيات. سيوتكس بتاخد مايكروبيولوجي بالبرانشز بتاعها بقى، بابليك هيلث واميونولوجي والبرانشز كلها، الفارماكولوجي، والفارماكولوجي برضو فيها برانشز كتيره منهم ضمنهم التوكسيكولوجي. كل العلوم دي كلها حضرتك بتدرسها في خلال ال5 سنين او ال6 سنين لو انت وفقا لللائحه بتاعتك فارم دي او باكلر بتاخد المواد دي. ايه الكومبلمنتري ستاديز اللي هي الدراسات اللي بيسميها عندنا هنا في الجامعه، يقول لك مثلا حاجات الكتيف. تمام. وممكن انت تختارها بتكمل بيها وبترفع بيها الجي بي اي بتاعك، زي الماث، المانجمنت كورسز، الفارماسي لو، دراج انفورميشن وساينتفك نوليدج، ايكونوميك نوليدج، فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال اندرستاندينج. كل دي بسميها دراسات مكمله بتديك خلفيه وبتديك بيزس حلوه، هي مش ملهاش لازمه يا جماعه عشان بس برضو نبقى عارفين. لكن انت مثلا لما بتاخد ماثماتكس بتعرف تعمل الاحصائيات بتاعتك، وانت في وقت من الاوقات هتشتغل، هيبقى عندك صيدليه، هتبقى عايز تعمل دراسات جدوى، هتبقى عايز تعمل تجدول وتعمل الحاجات بتاعتك، ده علم الماث هيديهولك. علم الاداره او فن الاداره المانجمنت، تمام، هتبقى عارفها. قوانين بتاعت المهنه لازم تبقى اوير بيها. تمام. المعلومات الدوائيه، المعلومات الاقتصاديه،
كل ده لازم انت تبقى وير بيه، وكل ما بتاخد معلومه كل ما بترفع من نفسك وبتزود من نفسك. طيب نيجي للـ aims of modern pharmaceutical education. الهدف بقى من العلم الحديث بتاع الصيدله ده بقى بيديك scientific background، يبقى provide scientific background كويس، provide professional skill و knowledge، بيديك مهارات كويسه جدا ومعلومات كويسه جدا، البيزنس تريننج بينزلك تدريب، provide broad general education يعني بيديك معلومات عامه وتعليم، انت عندك دلوقتي بتدرس مجالات مفتوحه في حتت في اتجاهات مفتوحه، فكل ده هو بيسمحه لك المودرن فارماسيوتيكال education او التعليم الحديث لعلم الصيدله. في ناس بقى يعني طموحها بيبقى اعلى شويه، ما تتوقفش ان هي تخلص الخمس سنين وتقف على كده، خلاص بتبقى عايزه تعمل ايه، تتخصص في حته معينه، تعمل دبلومه في حته معينه، تعمل ماستر، تعمل بي اتش دي، يعني بتختلف طبعا من شخص للتاني. فانت عندك البوست جراديويت اديوكيشن يعني اللي هو ما بعد التخرج، في مثلا عندك ممكن تعمل دبلومه. طيب الدبلومه هتعملها في ايه؟ الدبلومه عندك برانشز كتيره جدا ممكن تعمل فيها دبلومه على حسب المكان اللي انت هتبقى هتشتغل فيه. يعني انت مثلا لو واحد اشتغل في مصنع مثلا او هتعمل مصنع، ممكن تعمل في الاندستريال فارماسي، واحد اشتغل في المستشفى تعملها في الكلينيكال او في الهوسبيتال فارماسي، تمام. واحد عايز يشتغل في مستحضرات التجميل ويبدا يصنع مستحضرات التجميل، بيعمل دبلومه في المستحضرات، تمام. تعمل في معمل تحاليل، تعمل دبلومه في البايوكيمستري عشان تقدر تشتغل في معمل تحاليل، تمام، في الميكروبيولوجي. كل دي دبلومات تقدر تعملها بعد ما تخلص الدراسه بتاعه بكالوريوس الصيدله او الفارماسي. طيب تقدر تعمل ايه كمان؟ الماستر، الماستر اللي هو بنسميه الماجستير، او بي اتش دي اللي هي اختصار لكلمه دكتور اوف فلوسفي ان فارماسيوتيكال ساينس، يعني الدكتوراه، او اللي بيسموها يعني لما نيجي نترجمها كده ترجمه حرفيه يقول لك ايه، فلسفه، علم فلسفه الدكتوراه في ماده كذا او في قسم كذا، تمام. طيب اول قسم من الاقسام واللي انا يعني بعتبره من اهم الاقسام في كليه صيدله، او هو اساس صيدله اصلا، يعني انت بتحس الصيدله ان انت صيدلي كده وانت بتبدا تصنع وتعمل بريبريشن وبتعمل وتشوف البريبريشن بتاعك طالع قدامك ناجح كده، تعمل ايمولشن، تعمل سسبنشن، تعمل كريم، تعمل يعني دي كده تحس ان انت في كليه صيدله. فالفارماسيوتكس بيقول لك ان هو ساينس ديلينج ويز ايه بقى، بيتعامل طبعا. انت الفارماسيوتكس ده عندنا ما شاء الله في القسم حوالي 23 ماده تقريبا، يعني تشمل ايه؟ عندك طبعا الفيزيكو كيميكال كاركترز، عندكم بتدرسوها في الفيزيكال وفي الفارماكو كاينتيك وفي البايو افيلابيليتي، بتدرس الفورميليشن، عمليه التكوين، ودي اعتقد موجوده في المناهج بتاعت الدوزج 1 و 2 وفي اللائحه الجديده في سي تي 1 و 2 و 3 و 4، الكواليتي كنترول، البروسيسنج والفاليديشن، ودي اعتقد بتاخدوها في الاندستريال، الكواليتي اشورنس، الفارماسيوتيكال دراج ديليفري سيستم، ودي مهمه جدا، وطبعا ده فرع موجود في كل الشركات بتاعه الادويه، الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. واعتقد برضو الاندستري بتغطي الكفرج دي او بتديك معلومات عن الحته بتاعه الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بتاعه البرودكت. عندك كمان الفارماسيوتيكال تكنولوجي، ده كان ابلكيشن بتدرس فيه كل الاجهزه اللي موجوده في المصانع وتشوف بتشتغل ازاي، تمام. هو جزء من الاندستريال كده، ويبدا يعرفك على جهاز جهاز وبيشتغل ازاي، الماشينز المختلفه للكابسنج مثلا بتاعه التابلت، كل دي لازم تتعرف عليها باشكالها. واعتقد ان انتوا كمان يعني غطيتوها، معرفش انتوا اخدتوا اندستري ولا لسه، بس بتتعود على رسم المكن والاجهزه وبتعرف الدايركشنز بتاعته، كل دي حاجات بتفيدك فيما بعد ان انت تتعرف على الاجهزه نفسها. عندك العلم بتاع البايو فارماسيوتكس طبعا، اللي انت بتعرف فيه العلاقه ما بين الفيزيكال كيميكال بروبرتيز اوف ذا دراج، دوزج فورم، روت اوف ادمنستريشن، والبايو افيلابيليتي. بتشوف بقى الايفكت بتاع الدراج نفسه لما بيدخل بيعمل ايه، بيكسر في خلال قد ايه، طب ادي دوز قد ايه، الاليمينيشن بتاع الدراج بيخرج الروت اللي هو يعني في خلال قد ايه عشان اقدر احدد انت الجرعه اللي بعد كده هتاخدها امتى، تمام. طيب الدوزج فورمز المختلفه اقدر اوصف كل دوزج فورم مناسبه للحاله اللي قدامي، تمام. الروت اوف ادمنستريشن، امتى اقدر ادي اقول للبيشنت ده لا ده انا هديله انجكشن ما اديلوش تابلت، او امتى اديله تابلت وما اديلوش انجكشن، تمام. ده العلم بتاع البايو فارماسيوتكس. الشق الثاني بقى عندك اللي هو الكلينيكال فارماسي ديبارتمنت، او قسم الكلينيكال. قسم الكلينيكال ده بيتعامل بقى مع ايه؟ مع الدراج ثيرابي سيلكشن، مع الدوزج كالكوليشن ديبندنج اون فارماكوكاينتيك بارامترز، الانتربريتيشن اوف لابوراتوري تيست اند فيزيكال
assessment used to evaluate. طبعا بتشوف بقى ايه الدراج ريسبونس والادفرس دراج افكت والبرايمري بيشنت كير، وبتاخده كمان في الكلينيكال 1 وكلينيكال 2، وبتبدا تشوف العلاقه بتاعه الدواء وتحسب الدوز ازاي وامتى كل بيشنت ادي ايه وما اديهوش ايه من نفس الفاميلي. تمام، كل دي بتبقى كفرج في، هتلاقيها مثلا في كلينيكال 1 كلينيكال 2 صيدله المستشفيات. هتلاقي جزء كمان عندنا في السيوتكس في الحته بتاعه البايو افيلابيليتي، بايو فارماسيوتكس اند فارماكوكاينتكس، بتدرس فيها الفارماكوكاينتكس بتاعه الدراجز. كل دي حاجات مهمه بتدرسها حضرتك. عندك قسم الفارماكولوجي، ده بيتعامل مع ايه في قسم الفارماكولوجي؟ مع طبعا مع احترامي كل المسميات بقى تحت، بيتعامل مع ايه؟ لان انت بتبقى القسم بيبقى تحتيه مثلا طبعا عندك اكتر من ماده في القسم الواحد، بس ان جنرال بيتعامل مع ايه؟ properties and effect of drug، الانتر اكشن بتوين الدراج اند ذا ليفنج سيستم. فبيقول لك اكزامبل زي الفارماكوداينامكس والفارماكوكينيتكس بتاعت الدراج زي ما بندرسها احنا عندنا في السيوتكس، علشان نعرف نعين الدوز ونعرف نحددها واشوف الروت اوف ادمنستريشن روت اوف اليمينيشن. هما هناك في الفارماكولوجي بتدرسها برضو وبتشوف علاقه الدواء بيعمل ايه في الجسم والدواء بيأثر ازاي على الجسم، والعكس الجسم بيأثر ازاي على الدواء. ده الفرق بين الفارماكوداينامكس والفارماكوكاينتكس. الفارماكوداينامكس بيقول لك الميكانيزم اوف اكشن اوف الدراج اللي هو بيشتغل ازاي، اما الفارماكوكاينتكس اللي هي الايفكت بقى بتاع الجسم على الدراج اللي هو بقى بتشوف الابزوربشن الادمنستريشن والاليمينيشن بيمشي ازاي. تمام، يبقى واحده الايفكت بتاع الدراج بيشتغل ازاي على الجسم والثانيه عكسها. بتدرس في الفارماكولوجي طبعا علم التوكسيكولوجي او علم السموم، وده طبعا بتاخد فيه البويزنج ايفكت بتاع الدراج اوف اذر ايجنتس. طيب عندك كمان الفارماكوجنوسي او اللي هي العقاقير برضو بمشتقاتها بقى فايتو وكوجنو وكل اللي انتم بتاخدوه ده، بيتعامل مع ايه؟ مع الكالتيفيشن كولكشن ترانسبورتيشن كواليتي كنترول بريزرفيشن اوف بلانت. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالبلانت والاوريجن واحفظه ازاي واجمعه ازاي ويتزرع ازاي والكواليتي كنترول بتاعته واعمل اكستراكشن ازاي، دي بقى في الفايتو كيمستري ازاي بقى بتبدا تعمل اكستراكشن للماده الفعاله بتاعتك من قلب البلانت. فبيقول لك ان الفايتوكيمستري ساينس ديل ويز ستادينج اوف اكتيف انجريدينتس فارماكولوجيكال اكشن بتاعها الكلينيكال افكتيفنس والكواليتي كنترول اوف هيربس اند ذير برودكتس. الاورجانيك كيمستري او اللي هي بنسميها الكيمياء العضويه، دي اللي بتتعامل مع ايه؟ مع الاستراكشر والنومنكلتشر اوف كيميكال كومباوند. يعني اي كيميكال كومباوند ببدا اطلعه جديد بشوف ترتيبه ازاي، الجروبس اللي موجوده فيه اخبارها ايه، الرينج اللي موجوده فيه اسمها ايه، ببدا اسمي المركبات اللي عندي. عندك كمان الاناليتيكال كيمستري ديبارتمنت، وده بيتاخد فيه الاناليسز ريجنت والرو ماتيريالز والدراج برودكتس. نيجي بقى للميديسنال كيمستري اللي هو بيتعامل مع عمليه نقدر نقول ان هي عمليه ايه؟ تخليق مركبات جديده. يعني انت دلوقتي عرفت الاستراكشر الاساسي بتاع الكومباوند بتاعك او الجو ماتيريال بتاعتك، ممكن ابدا بقى العب فيها اشوف مثلا لو حطيت هنا جروب كذا هيزود الافيلابيلتي ولا الافيلابيلتي بتاعت الدراج، هيزود الفارماكولوجيكال افكت ولا لا. ابدا من المركب الواحد بطلع ملايين المركبات. تمام، فهو بيقول لك ان هو ساينس ديل ويز اناليسيس اند سينثيسيس اوف رو ماتيريال والاناليتيكال ريجنتس والايجنتس يوز ان دراج اندستري وفاينل برودكتس. البايو او البايو كيمستري ديبارتمنت بيقول لك ذا ساينس ديل ويز كيمستري اند بايولوجيكال امبورتنس اوف كيميكال ايجنتس فاوند ان دايت اوف ذا بودي. تبدا بقى تدرس ايه؟ العمليات الحيويه والاميونولوجي والتركيب الخليه وتشوف الايفكت، عشان الحاجات دي لازم تبقى عارفها عشان تشوف الايفكت بتاع الدراج بتاعك بيشتغل فين، بيشتغل على ايه، بيشتغل على النيوكليس، بيشتغل على الممبرين، بيشتغل ازاي. كل ده لازم تدرسه او تعمله كفرج لما تيجي تدرس البايوكيمستري. وطبعا زي ما قلنا احنا بنقول ديبارتمنت، لكن انت تحت كل ديبارتمنت بيبقى عندك مسميات بتاعت المواد كتيره اللي انت بتاخدها.
بعد كده عندك الميكروبيولوجي بيقول لك ان هو سايت ديز مايكروسكوبيك اوف الترا مايكروسكوبيك ستراكشر والاكشنز اوف فايبل مايكرو اورجانيزم زي بكتيريا فيروس فانجاي بارازايتس. كل دي الحاجات بتعرف عليها وانت بتدرس علم الميكروبيولوجي. الانفكشن ازاي بتحصل، العدوى ازاي تعمل سترايلايزيشن، ازاي استخدم انتي مايكروبيال، الاميونولوجي، كل دي مشتقات تحت علم الميكروبيولوجي وبتدرسها بالتفصيل المميز. البابليك هيلث او الصحه العامه بيقول لك ان ده ساينس بيتعامل مع ايه بقى، ميجرمنتس نيدد تو بروتكت ذا هيلث اوف كوميونيتي ويتش اكستند تو انفكشن بروبلم اوف بوليوشن او ويست.